اهلا بكم في قناة نساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين وفيديو مهم عن توقعات ليلى عبد اللطيف من التوقع في شهر رمضان، وايضا حاجة مهمة جدا منها هروب السجناء واعلان حالة الطوارئ في دولة والدنيا مقلوبة. كل ده توقعات ليلى عبد اللطيف، ده غير ان دولة عربية هتواجه الجوع معذرة في شهر رمضان الكريم. للأسف لو ما تلحقتش، دولة عربية هتواجه الجوع في شهر رمضان لو ما تلحقتش. ده نعرف مع بعض التوقعات والأخبار والحاجات اللي موجودة على الساحة العالمية، وأيضا توقعاتها في الفترة اللي جاية. قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم طبعا بالاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، ولا يعلم الغيب إلا الله. طبعا ده اللي بتقول ليلى عبد اللطيف دايما، ان كل توقعاتها هي بتشوف الأحداث، ولكن التوقيت والمكان في ايد رب العالمين. طيب، الدنيا كانت مقلوبة امبارح على موضوع هروب السجناء، والدنيا كانت كل الاخبار بتتكلم عن اللي حصل، وده اللي قالته ليلى عبد اللطيف على فكرة. قالت ارى حصول عملية هروب جماعية لاحد السجناء من داخل احد السجون، ان كانت عربية او اجنبية. مع انتشار الخبر على العلن عن هذا الهروب الكبير، وسنكتشف ان اكثر السجناء الهاربين هم من اعضاء بعض الجماعات المتطرفة. ده اللي حصل تقريبا امبارح بالنص، او زي ما هي كاتبة بالظبط، في هايتي. هايتي دي دولة موجودة في قارة امريكا الشمالية او الوسطى تقريبا، والخبر كان منتشر على كل وسائل الاخبار امبارح عن الاف السجناء تم يعني تحريرهم او انطلقوا كده في الشوارع بعد ان اقتحمت العصابات السجون اللي كانوا فيها. والحكومة طبعا ما فيهاش ولا مسؤول ولا فيها اي حاجة، وزعيم عصابة بيهدد رئيس الوزراء بشكل علني، وتم اعلان حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجوال علشان يشوفوا موضوع السجناء دول. وبتصدم هذه المشاهد التي تنكشف في هايتي حتى من يتابعون تصاعد الجماعات المسلحة في البلاد الذي لا يمكن وقفه في السنوات الأخيرة. والدنيا متبهدلة في التاريخ هايتي، بيقولك دور دموي لهذه الجماعات منذ فترة طويلة في تاريخ هايتي. طبعا مقال طويل جدا موجود على المواقع الإخبارية وعلى جوجل، لو حابين تبحثوا عنها، على موقع اسمه إلاف، جايب الخبر بالتفصيل، وجايب كمان ازاي هذه الجماعات اتحكمت في البلد وازاي عملت كده، وتفاصيل مهمة. لكن اللي يهمنا هنا التوقع وحدوثه. هل بس ده اللي اتكلمت عنه ليلى عبد اللطيف وتحقق؟ لا، في كمان توقع تاني مهم. ذكرت هايتي كمان ومعها دولة عربية بتواجه أكبر مأساة حاليا، حيث أعلنت منظمة الفاو، منظمة العالمية للأغذية، أن في دولة عربية هتتعرض لأكبر مجاعة في العالم. أكبر مجاعة في العالم، مش بس هايتي، لكن كمان في دولة عربية معاها. هنعرف مع بعض من التوقع اسم هذه الدولة التي تم ذكرها بالنص في توقعات ليلى عبد اللطيف، وكمان بالسنة. قالت عام 2024 سيكون عام بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم، وخاصة في آسيا وأفريقيا. والكارثة الأكبر بتطال، اسمعوا بقى أسماء الدول: أفغانستان، باكستان، غانا، وهايتي اللي لسه متكلمين عنها في الخبر اللي فات وعن توقع السجون، وكمان دولة السودان. الكلام مش من عندنا يا جماعة، تم ذكر دولة السودان النهاردة، الخبر لسه نازل من 10 دقايق، من أكبر منظمة للأغذية في العالم، إن دولة السودان بتتعرض لأكبر مجاعة في العالم بنفس الوصف اللي أنا بقوله ده. طبعا تحية لأهل السودان، وقلبنا معاكم. الموضوع كبير جدا، المجاعة بدأت توصل للعديد من الدول. أدينا شايفين اللي بيحصل في فلسطين، الناس بتموت بعض على المساعدات، والحالة صعبة جدا في فلسطين وغزة، والمساعدات اللي بيتم انزالها جويا مش مكفية، والمساعدات اللي رافضين انها تدخل البلد ما بتوصلش. ده غير السودان دلوقتي اللي بسبب الحروب وبسبب المشاكل اللي فيها وصلت لهذا المستوى الخطير من موضوع المجاعة. وده يعني المنظمة منزلة هذا الموضوع قبل دخولنا رمضان بكام يوم. في دول عربية يا جماعة وصلت لمرحلة المجاعة، وده يعني تخيلوا قبل ما نخش رمضان نسمع هذا الخبر الأليم. كمان قالت ليلى عبد اللطيف في توقعات أخرى ليها في غاية الأهمية،
ان شايفة احد الرؤساء بيتعرض الى كمين مسلح او الى عملية انقلاب عسكري، وفي الحالتين ارى ان مصير هذا الرئيس سيكون غامض وعلى المحك. من هذا الرئيس؟ الله اعلم. وايضا سنسمع عن اقدام احد الرؤساء او القيادات في العالم على الانتحار، وتحت ظروف واسباب غامضة جدا ومثيرة للجدل. وهذه الشخصية معروفة، يعني مش مجرد رئيس دولة محدش عارفها. ايضا سنشهد او العالم سيشهد حادثة كونية خطيرة بسبب اصطدام نيزك ضخم وكبير يضرب الارض ويسبب الهلع للبشر وكارثة كبيرة. ايضا شبكات الانترنت سوف تتوقف وتنقطع لفترة زمنية قصيرة محدودة في اغلب دول العالم لحدث ما. اديكم شفتوا اللي حصل امبارح للفيسبوك وميتا، شركة ميتا عامة، ومعها انستجرام ومعها ثريدز، وكل الحاجات دي وقفت امبارح لعدة اوقات، وكل الاكاونتس بتاعت الناس على الفيسبوك طلعت. وكان في كلام يا جماعة ما تخشوش بسرعة، الباسورد بتاعك هيتسرق، وكان كلام كبير جدا في كل العالم انه الشبكة وقعت. الله اعلم ده عطل في الفيسبوك ولا كان في حاجة في الانترنت. وقالت كمان ليلى عبد اللطيف ان شايفة معذرة تلوث خطير ومقلق يطال المياه بسبب تعرضها لمواد سامة جدا تهدد حياة الملايين من البشر. وايضا قالت ان ارى ان في اجسام مجهولة سنراها تظهر في سماء لبنان وفي اجواء اكثر من دولة عربية، وذلك خلال المرحلة القادمة لاحداث مؤسفة. وستشهد العالم عملية اغتيال على ارض احد المطارات، وستكون ضحية هذا الاغتيال احدى الشخصيات المعروفة والبارزة. وارى وقوع احداث مؤسفة بتطال بعض الاماكن المقدسة في اكثر من دولة عربية واجنبية. واخر حاجة هنتكلم عنها وهي دولة عربية هي لبنان. الجنوب اللبناني سيعود الى قلب الحدث من جديد، وسنرى المقاومة تستعد وتتأهب لكل الاحتمالات الواردة، وستكون مزارع شبعة في قلب هذا الحدث. وده اللي حاصل دلوقتي في لبنان. تحية لأهل لبنان والمقاومة في كل مكان، واليمن وسوريا والعراق ومصر الحبيبة وكل الدول العربية الحقيقة اللي بتحاول انها تحل القضية الفلسطينية من قريب ومن بعيد. لكن برضو ما ننساش دولة السودان اللي بتعاني اكبر مجاعة للأسف. هم عندهم مشاكل كبيرة جدا بسبب الحروب. ربنا يستر، ومع دخول شهر رمضان الكريم نتمنى ان الأزمة تنحل. شكرا، اشوفكم بخير. كان معكم اختكم مريم من قناة مساء الاخبار. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. ونتمنى كمان من الناس كلها الدعاء لأهل فلسطين. احنا داخلين على أيام مفترجة، ولازما يعني كلنا ندعي علشان الأزمات اللي بتواجهها الدول العربية حاليا تنحل. وبالنسبة للهدنة وفلسطينيين والأسرى والجرحى وتبادل السجناء، كله ده هنشوفه بإذن الله قبل رمضان. هي قالت انها شايفة، بس ما حددتش برضو التوقيت عشان برضو نكون واضحين، شايفة عن في القريب العاجل تبادل وصفقة تبادل أسرى هتحصل. وده اللي شايفينه دلوقتي مصر بتحاول تعمله، بعض الدول، ان يحصل هدنة ووقف الإطلاق النار في رمضان، وقالوا كمان لمدة 6 أسابيع تقريبا، وبيتفقوا على خلاص الحاجات الأخيرة. ونتمنى ان الموضوع ينتهي بسرعة قبل دخول شهر رمضان عشان على الأقل الناس تحس ببعض الهدوء والراحة، يعني يلموا شتات أنفسهم زي ما بيقولوا. وبإذن الله الدنيا تنحل في فلسطين وكمان بيت الدول العربية. وبالنسبة لدولة اليمن، ليلى عبد اللطيف شايفة ان هم اللي هيبقوا مسيطرين على البحر، ومهما تحصل مشاكل او ضرب هي اليمن هتبقى هي المسيطرة وصاحبة القرار. دي كانت التوقعات قالتها ليلى عبد اللطيف. شكرا لحضراتكم، اشوفكم بخير.